لقد وصلتم إلى هذا الأسبوع الرابع والأخير من هذه الدورة التعليمية الإلكترونية المفتوحة واسعة النطاق بشأن أهداف التنمية المستدامة، ولا شك وأنكم إلى الآن وبعد متابعتكم لهذه المحاضرات تنازلتم وتخليتم عن بعض الأفكار المسبقة بشأن هذه الأهداف، والأهداف هي أهداف خاطئة بطبيعة الحال. الأهداف المسبقة، فهذه الأهداف التنمية المستدامة لا تتعلق فقط بالتضامن بين الشمال والجنوب والمساعدات الإنمائية الرسمية، هذه الأهداف تتعلق بكل البلدان وهي تشمل تبادل التجارب والخبرات من الشمال إلى الجنوب، ولكن أيضا من الجنوب إلى الشمال أيضا هناك تجارب أخرى مبتكرة تتعلق باستخدام المجال الرقمي وفي المصارف وفي المجال الصحي في بعض المناطق الأفريقية، من شأنها أن تسمح لنا أن نحل بعض المشاكل الموجودة هنا في أوروبا وفي البلدان الصناعية. هناك فكرة أخرى مسبقة خاطئة تتعلق بما أنكم لا شك أنكم تخليتم عن هذه الفكرة المسبقة التي تقول بأن التنمية المستدامة هي فقط تتعلق بالبيئة وحماية الطبيعة. نعم، علينا أن نعبر عن سعادتنا بحماية الطبيعة والمحيطات ومكافحة احترار المناخ وهي في صميم أهداف التنمية المستدامة، ولكن ينبغي أن تكون عملية التنفيذ هي بصورة متآزرة مع الأهداف الأخرى، مكافحة الفقر ومكافحة الجوع وتحسين مستوى المعيشة للسكان في الأرض الذين هم بحاجة إلى التنمية من أجل الوصول إلى الرفاهية التي نحن نتحلى بها ونتمتع بها في البلدان الصناعية. وبالتالي لا شك أنكم، وهذا ما نتمناه، أنكم قد أدركتم أهداف التنمية المستدامة بأنها مسألة تعني الجميع وليس فقط الخبراء وليس فقط الحكومات، بل تعني جميع الجهات الفاعلة، حيث التجارب المبتكرة من شأنها أن تساهم في تنفيذها بصورة ملموسة ميدانيا. وبالتالي هذا الأمر سيسمح لكم بأن تنخرطوا شخصيا في إطار مهنكم وفي إطار عملكم كمواطن من أجل تنفيذ هذه الأهداف. بطبيعة الحال من أجل تنفيذ هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة بصورة ملموسة، وهذه الدورة هي تهدف إلى ذلك. بطبيعة الحال هذا يشمل العمل على الذات، أن نقوم بنقد بعض أفكارنا وأعمالنا التقليدية، رؤيتنا إلى العالم. إن نجاح أهداف التنمية المستدامة تمر من خلال إيجاد تحالف جديد للأطراف التي قد تبدو غير متناقضة. إذن من نقوم بحماية المحيطات ومن أجل الصحة، نجد في هذا التحالف منظمات غير حكومية مع ممثلي بعض الشركات الدولية المتعددة الجنسيات والتي فهمت والتي تريد أن تؤكد على أهداف التنمية المستدامة من أجل زيادة أرباحها، ولكن أيضا تريد التأكيد على المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على مسؤولية الشركات. وبالتالي فإن التقاليد الثقافية والعلمية في هذا المجال التي لم تتعود في النقاش والتحاور معا، كل هذه الأطراف تعمل معا من أجل الوصول إلى حلول ابتكارية.